بلعب شخصية سيف. سيف هو شاب عنده 19-20 سنة، شاب مستقل بنفسه من هو صغير، كبر من غير أب، عايش هو وأمه في حياته، وأمه بشكل كبير هي حياته كلها، يعني هي صحابه وعلاقته بأمه يعني علاقة كبيرة قوي بالنسبة له. وبس وهو شاب معتمد على نفسه من سن صغير. حضرت طبعا مع سامي، الأستاذ محمد سامي المخرج والمؤلف للمسلسل، كان كلمني عليه من فترة كبيرة، واتكلمنا بقى في الشخصية كل شوية، كنا بنتكلم هو اللي أنا عندي دي، هو يكلمني لما يشوف حاجات يقول لي عايز نحطها في سيف، وقعدنا نتكلم بشكل كبير على سيف عامل ازاي وحاجته عاملة ازاي وبيتكلم ازاي وبيتمشى ازاي وكبر لوحده ازاي، ازاي ده أثر عليه ان هو شاف حاجات أكبر من سنه أو اتحمل مسؤولية أكبر من سنه من وهو في سن صغير. اتكلمنا مع بعض وصلنا للشخصية اللي احنا عايزين نعملها، وابتديت بقى اشتغل انا واشتغل شغلي يعني على الشخصية. هتشوفني كهراوي بقى. هتشوفني كهراوي شاب عادي يتكلم زي ما بنتكلم في القاهرة، يعني هتشوفه في رمضان ان شاء الله. ثلاث صفات في سيف موجودين فيا انا. الحاجة اللي اشتغلت عليها بشكل كبير موجودة فيا أنا وسيف كانت المسؤولية من سن صغير، لأن أنا اشتغلت برضو من سن صغير، اشتغلت أنا عندي 9 سنين وفضلت شغال من ساعتها ما وقفتش، فدي كانت حاجة مشتركة بيني وبينه كبيرة اشتغلت عليها. والحاجة التانية يعني مش هينفع أقولها لأن هي يعني هتكون بتحرق حاجة في المسلسل، بس هي المسؤولية والمشي ورا الإحساس، يعني سيف بيمشي باللي هو حاسه باللي هو عايش باللي هو شايفه صح، مش بيسمع يعني مش مطرش دماغه للناس ان هو ما بيسمعش حد كبير، ولكن بيسمع نفسه بشكل كبير وبيمشي ورا نفسه. اشتغلت مع سامي يعني المره دي تبقى الحاجه الثالثه، والكواليس جميله يعني الحمد لله. المسلسلات مع سامي بتبقى ناجحه، هو مخرج كوميرشال ناجح بشكل كبير، وبيعرف يوصل للناس وبيعرف يدي الناس الحاجات اللي هم عايزين يشوفوها وهم قاعدين في بيوتهم، وبيعرف ينجح مع الشارع بشكل كبير. هي الكواليس جميلة، والكواليس مع أي ممثل جامد بتبقى حلوة، لأن الشغل بيطلع حلو وهو ممثل جامد بيسمع اللي قدامه وبيرياكت على اللي هو بيسمعه على اللي هو بيشوفه، فالشغل معاه بيبقى ممتع. والله انا مش نشيط خالص على السوشيال ميديا، يعني حتى الناس اللي بشتغل معاهم واللي شغالين معايا اللي ماسكني بيتخانقوا معايا دايما في موضوع السوشيال ميديا ده، ان انا مش نشيط ومش بنزل حاجات كتير ومش بروج لنفسي بشكل كبير على السوشيال ميديا زي ما هو دلوقتي حاجه مهمه وموجوده بشكل كبير.